كثير بعد والله طماطه قاعد تجينا من ربيعه وبس طماطه انا استرادي بس طماطه والطماطه قاعد نبيع 300 الى 500 من 300 دينار الى 500 عن جمله ايش يوصل للمواطن؟ المواطن والله ما اعرف يعني لازم يلحق عموله يلحق شيء تسال المواطن 600 650 700 احنا جعنا نبيع هنا جمله جعنا نبيع من ال 500 الى 300 دينار عن نظافه يعني طماطم يعني مو مستقر السوق ماله 300 500 3 ونص يعني سعر الطماطم نبيعها ب 300 500 ما سوى ايه يعني سعر الطماطم حيل نازله يمنا من المستورد يا مستورد ماكو عمي ماكو اكو مستورد سعر 300 هاي طماطم مال 300 و500 اي بالجمله نعم بالجمله 300 و كل دعم ماك كل دعم ماك اي كل من عندنا على حسابنا الاسعار البيض 74 73 72 بي ايه بي اوزان لين الطبقه ب 6 6 ونص يعني هاي كل جمله ايش الاسعار ايه قد يصل المواطن بالاحياء اول جمله يعني تقريبا ب 6 ونص تنباع ب 6 عليه بالمفرد ب 6 ونص تنباع ليش هيك الاسعار غاليه؟ الاسعار غاليه الانتاج ما يكفينا انتاج العقول ما عاد يكفينا العراق يعني مستورد مسدود مستورد ما يجي انتاج قليل جدا هذا من البصرة يجينا ومن كركوك موصل قليل انتاج بها مشاريع قليلة بس أحمر يعني باليومين 70 كرتون يطلع ما يكفي ما الموصل 75 نفس الشيء قليل جدا تم في صباح هذا اليوم تشكيل مفارز مشتركة من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في نينوى وقسم الرقابة التجارية والمالية فرع نينوى لغرض متابعة ورصد حالات ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية والتجارية لبيع المواد الغذائية والخضروات الجملة والمفرد وهذه الحملة تمت بناء على توجيهات المراجع واستكمالا لما بدأنا فيه من حملات أخرى كانت مماثلة في الأسبوع القادم ومن خلال التجوال لم يتم رصد أي حالة ارتفاع بالأسعار وأن الأسعار مستقرة ونوجه من خلال قناة الموصلية الأخوة المواطنين بالإبلاغ عن أي حالة ارتفاع في الأسعار يتم رصدها أو ملاحظتها من قبلهم وإحنا بدورنا راح نكون العيون الساهرة ليلا ونهارا من أجل رصد ومتابعة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.